السلام عليكم. لو انت عايز ترسم دايمنشن فبتقول له دي اي، وتبدأ ترسم. مثلا عايز ترسم من هنا لهنا. طيب لو انا عايز ارسم من النقطة دي للنقطة دي، فبتيجي هنا وتقول له انت عايز ترسم تاب، جت معاك النقطة وتقول له تاب للنقطة دي، هيبدأ يرسم لك الدايمنشن بالشكل دوت. او ممكن ترسم لاين، تقول له ان انت هترسم الدايمنشن بتاع دوت من النقطة بتاعت اللاين للنقطة بتاعت اللاين دوت بالشكل دوت. في الحالة دي لو خفيت اللاين الدايمنشن هيختفي لان هو مرتبط بيه. طيب ايه الحل؟ الحل ان انا اعمل لاين ستايل جديد يكون مخفي، وده بكل بساطة من مانج هقول له لاين ستايل واقول له ضيف لي لير جديدة H1. ال H1 دي كل اللي انا اعمله ان انا اخليها ابيض وايت، واعمل سيلكت عليها واقول له خليها H1، فاصبحت مخفية بالشكل دوت.